كلنا عندنا أحلام، لكن لكل واحد فينا حلمه من زمان. في مننا اللي قدر برسمه إن هو يكون رسام ويرسم رسوماته وأحلامه بالألوان، وفي مننا اللي قرر إنه بحلمه هيعبر عنه بكلمات ويعملها في أشعار وقصايد ودواوين كمان، وفي مننا اللي قال أنا لازم حلمي يتحول لصنعة وحرفة، ومن هنا هقدر إن أنا أكمل حلمي وكل زمان وكل مكان. وكل دول اتجمعوا النهاردة في زمان ومكان واحد تحت عنوان أنت تقدر. رجعنا لكم تاني مشاهدينا مع فقرتنا طبعا المبدعين الثلاثة ونماذج مختلفة من الشباب اللي كل واحد فيهم عبر بحلمه عن أحلامه بطريقته المعينة. أول حاجة نحب نرحب بأسماء محمود فنانة تشكيلية، والأستاذ عبد الكريم سليمان صاحب شركة العالمية للتصنيع، والأستاذ عمرو المصري شاعر. طبعا انتم منورينا في البرنامج، وانا طبعا يعني معلش هنبدأ بقى طبعا بالبنويت دي. كلمينا الأول يا أسماء كده عن حلمك وازاي ان انت بداتي الرسومات بتاعتك، بس اولا بس حابه ان انت ورينا خليها كده. كلمينا بقى بداتي من امتى؟ انا بدا من زمان خالص، بس بدات اطور من رسم ورسم بوتلات وكده من سنه. تمام. طيب الرسومات بتاعتك يعني ازاي ان انت قدرتي ان انت تطوري من نفسك؟ بقيت بتفرج على فيديوهات على اليوتيوب واتدرب مع ناس كتير، لان الناس محتاج تدريب كتير جدا طبعا. تمام. وصبر يعني. تمام. ومحاولات فشل كتير وسكتشات وبدات اخد كورس حاليا. تمام. طيب يعني مين الاكتر حد مثلا ممكن تقولي ان هو ده ساعدك كتير او اكتشف موهبتك؟ مستر سمير. مين؟ مستر سمير. تمام تمام. طيب يعني لو رحنا لحضرتك استاذ عبد الكريم، ما شاء الله يعني حضرتك عارفه ان حضرتك من الشباب الطموح اللي فعلا حابب انك تعمل حاجه، وبصراحه يعني دخلت على صفحه حضرتك قد ايه ان هم كل العملاء بيشكروا في مدى الدقه وسرعه الاستلام، وده بصراحه يعني حاجه احنا بنبقى مفتقدينها جدا. حابه ان انا اسال حضرتك يعني ابتديت امتى في المشروع ده؟ يعني من امتى بالظبط؟ لا، حته ان انا ابتديت دي مبدئيا ممكن تقولي وانا عندي 10 سنين، ممكن تقولي وانا عندي 12 سنه. ما شاء الله. وكان الموضوع بالنسبه لي كان هوايه مش اكتر، فاهماني؟ فحته ان انا اتعلم الاساس دي انا اتعلمتها لوحدي، اللي هو ان انا كنت يعني ناشئ في بلد كلها صناعه اساس مبدئيا، فكل اللي كان جنبي كله كنت شايفه ان هو بيصنع حاجات، ف الموضوع بدأ يتطور معايا واحدة واحدة، رغم ان هو كان مسبب لي مشاكل مع اهلي شوية اللي هو والدي، لان والدي كان ضابط قوات مسلحة، كان نفسي ان انا اطلع زيه كده ضابط قوات مسلحة لان كنت ملتزم من صغري، فهو الموضوع كويس بجد بصراحة، فاهماني؟ تمام. يعني من المهنة دي اللي اتخذتها حرفة والله انا عايز اقول لك يا استاذة هو الموضوع كبير شوية، فاهماني؟ هيطول شرحه يعني. هو مبدئيا يعني انا كنت يعني من صغري طول عمري وانا شايف كل اللي جنبي حواليا بيصنع تحف، بيصنع اشكال اللي هو الاشكال الخشبيه وكده، فكان بالنسبه لي ان انا حابب الحرفه دي قوي، فبداوا بقى اصحابي وانا صغير دايما على طول يركبوني، كانوا يقولوا على طول المهندس المهندس المهندس. مهندس مين يا جماعه؟ انا لسه صغير يعني لسه. فكان دايما والدي كان شايف فيا حته ان هو ضابط قوات مسلحه، انا ابن ضابط انا ابن ضابط، فبدات بقى الطموحات معايا تتغير رغم ان انا خالفت والدي سوى والدي، فبدا بقى الموضوع يتطور معايا ان انا اتعلم الحرفه دي واتعلم الحرفه دي واتعلم الحرفه دي. كان دايما على طول يديني مصروفي، كنت دايما على طول اجيب حته خشب تحفه صغيره واقعد اشكلها، يقعد يتخانق معايا، لا انت مش هتطلع كده، انت مش هتطلع صنايعي، انت مش هتطلع مهندس، انا عايزك ضابط زيي، انا حاطط فيك الامل كله. فهي بصراحه يعني بدات بقى معايا الفكره ان انا فتحت ورش، فتحت ورش دهانات، نجاره، تنجيد، كنت بركز دايما الحاجه الوحيده اللي كنت بركز عليها اللي هو راي العميل. انت متخيله؟ الحاجه الوحيده اللي كنت بركز عليها، انا كنت اخش كده الشقه مثلا او البيت او شقه العريس
اسمع كده الزغروطه. انا عايز اقول لك انا كنت ببقى اسعد خلق الله لما اشوف الزغروطه. اه والله. تمام. واحنا طبعا من الزغروطه لعمرو بقى. طبعا انا عارفه ما شاء الله عليك يا عمرو ان انت بتحب الاشعار، وعارفه ان انت قصه كفاح ونجاح كبيره جدا، بس انا حابه في البدايه اسالك سؤال، وهتسمعنا طبعا حاجه قصيده كده. حابه في البدايه ان انا اسالك، هل الاشعار اللي انت بتقولها هي عن واقع تجربه ولا مجرد من وحي خيالك يعني، او بنات افكارك؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي بجد. يعني هو بدايه الموضوع ابتدى معايا من ايام الثانويه العامه، يعني كان مش لازم اكون في واقع بكتب عنه او لا، ممكن تكون حاجه حصلت معايا اكتب عنها، او ممكن تكون حاجه موقف انا شفته قدامي فبكتب عنه. مش لازم اكون يعني عشت الموقف ده علشان اكتب عنه، لا بالعكس، ممكن يكون موقف انا شفته اثر فيا فبدات ان انا اكتب عنه كده. ابتديت طبعا من ايام الثانويه العامه، طبعا في المسابقات الايام الثانويه، لحد ما طبعا دخلت الكليه، وكان داعم ليا في الكليه دكتوره ايمان الشربيني، طبعا بحب اشكرها ان هي واقفه معايا دايما وبتدعمني حتى الان. وبدات طبعا ادخل في مسابقات زي مسابقات ابداع وكده، وبالتالي الحمد لله يعني الموضوع زاد معايا، وحاليا عامل ديوان مشترك بيني وبين الدكتور امين الشربيني باسم ايوب، ان شاء الله نزل الفتره الجايه قريب يعني ان شاء الله. تمام. طيب ما شاء الله. ممكن تسمعنا حاجه بقى كده سريعا؟ المايك. كاتب حاجه باسم رساله. تمام. رساله، رساله لصاحبي لو يفهم، ماهيش عايزاك ولا بتحلم تكون وياك، ولا يا صاحبي هتستناك، ولا تبيع الدنيا علشانك عشان شرياك، مجرد وهم متسجل وعايش جواك، فأقرب فرصة هتبيعك عشان غيرك، وفي الآخر تقول أصحاب أو إحنا أخوات، ماهيش عايزاك. عارفك يا صاحبة حبيتها وعشت سنين بتتمنى تروح بيتها وتطلب ايدها تبقى حلاك، لكن افهم ماهيش عايزاك، ماهيش عايزاك ولا عايزة تشوف طيفك ولا ضلك، ولو سبتك مفيش غيره هيفضل لك في عز الضلمة يبقى ونيس، فما تفكرش وتتخيلها في الكوشة وتبقى انت اللي ليها عريس. يا ريت يا ريت اوهامك العالية دي ما تغركش، وافهم انها يا صاحبي ما بتحبكش، ما بتحبكش، اصحى وفوق وعيش يلا بقى الواقع، لامتى يا صاحبي اللي خيالها تكون راقع، ما تستهلكش ما تستهلكش والله ما تستهلكش. الله عليك، بجد جميل واكتر من رائع، ربنا يوفقك يا رب العالمين. انا حابه بقى ارجع لك يا اسماء، يعني لو تورينا بقيه الصور. طبعا احنا كان معانا صور تاني برضو. تمام، تورينا بقى بقية الصور كده. ما شاء الله. تمام تمام ما شاء الله. تمام. ممكن تاخدي وقت قد ايه فيهم يا اسماء؟ 3 أو 4 أيام. 3 أو 4 أيام. تمام. طيب احنا برضو من ضمن الحاجات اللي معانا ما شاء الله صور ليكي، بجد برافو عليكي واكتر من رائعة. انا حابة ان انا اسألك، ايه حلمك يا اسماء؟ بس ادخل كلية فنون جميلة طبعا. تمام. ممكن ترفعي صوتك شوية؟ تمام. واشارك في معرض كبير كده ان شاء الله. ان شاء الله تحققي حلمك. انا حابه برضو ان انا يعني اسال حضرتك استاذ عبد الكريم، يعني حلم حضرتك ايه هنا في برنامج يوم في الخير، او رساله اللي حضرتك تحب ان انت توجهها للشباب؟ والله هي الرساله الموجهه للشباب، انا كل دايما على شغلي وعلى صفحتي اعرف فلوسك رايحه فين وجايه منين، ده شعاري اللي هو مبدئيا انت معاك تحويشه عمرك، حطها في المكان الصح. معاك 20,000 هتعمل بهم عفش كامل، اعرف انت هتجيبه منين، ما يبقاش ب 20، ما يبقاش ب 40، معذره ما يبقاش ب 40 وراح اجيبه ب 20، لا يبقى ب 20 وراح اشتريه ب 20. اعمل في المكان الصح.
تمام. طبعا يعني احنا بنشكركم جدا، ومعلش على صغر الفقره دي، بس باذن الله ان هي تتكرر ان شاء الله موفقين. كان معنا في فقره انت تقدر اسماء محمود، فنانه تشكيليه، والاستاذ عبد الكريم سليمان صاحب شركه العالميه للتصنيع الاساس، والاستاذ عمرو المصري شاعر. شكرا جزيلا لحضرتك. هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع لكم بعد الفاصل، انتظرونا.